نيس الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 31 يعني وين شأن لونس يعني وين فاز رغم أن عدد نقص العددي يعني من الدقيقة 17 أنا يعني نقولوا هالدير يعني وين خرج بالدقيقة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 17 لكن عرف كيفاش يسجل يعني وين انتهى الشوط الأول 0-0 يعني الشوط الثاني وين كان مغاير يعني وين شأن 3 أهداف لصالح لونس أمام نيس يعني نيس النادي اللي عنده يعني عنده شخصية تاعو عنده لاعبين تاعو جانا ألوند يعني الشيخ دوكالي جانا ألوند يعني وين سجل هدفين في الدقيقة 51 الشيخ دوكالي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 ألوند وين يعود ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة 57 أمام نيس يعني بعد شأنه وين ماريو الذي خرج بالبطاقة الحمراء شأنه كيفاش وين جان لويس يعني وين جوردان كيفن فاكوندو ماسيدو يعني الشيخ دوكالي مسجل الهدف شأنه سايكو شأنه فوريان يعني وين نقولوا بلي كانت مباراة لي شأنه والتير يعني في الحراسة تاع نيس يعني يوسف عطال اللي لعب شوط واحد فقط جان كالير شنا دانتي يعني وين شنا بابلو شنا ماريو امين غويري اندي ديلور ايفان جيستون شنا كيفاش دخول نقولوا باللي دخول جوردان شنا هشام بوداوي في الاحتياط يعني وين كانت مباراة متكافئة لكن شأن كيفاش وين نقولوا بلي وين لونس يعني وين عرف كيفاش أنا وين فارناك هايس المدرب تاع لونس اللي دخل بخطة 4-3-1-4-2 شأن كيفاش وين كريستوف يعني وين دخل بخطة 4-4-2 يعني اليوم وين نقولوا بلي المباراة كانت تكتيكية ما بين مدربي خاصة بعد خروج يعني لونس اللعاب النقص العددي من الدقيقة 17 يعني ماسويديو اللي خرج بالدقيقة 17 أنا صح ماريو كذلك وين خرج بالشوط الثاني لكن كان نقولوا بلي كانوا منهزمين بهدفين لصفر يعني بنقص العددي لونس عرف كيفاش يسجل أهداف عرف كيفاش يعني كانت مباراة نقولوا بلي مباراة كانت في القمة مباراة كانت شيخة مباراة هذه هي الجولة 31 لونس نيس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.